تعالي نبتدي كده في الكتاب من اوله خالص، نبتدي تمام. بالغلاف. ليه الغلاف لونه اسود؟ بصي هو مش يعني اسود فيما قبل ان انت قريت الكتاب، وهتلاقيه هو طالع كده على مكان حلو قوي، كله خضره وشمس وجمال، فكأن البني آدم هنا خارج من الضلمة للنور مثلا، بالظبط كأن البني آدم يتحرر من الحاجات اللي بتأزمه أو بتضايقه في الحياة، واخد خطوة إن هو بعد ما يقرأ الكتاب ده هو بيطلع لخطوة حلوة قوي، وبيشوف الدنيا بمنظور أحلى بكتير مهما كانت ضغوطه أو مهما كانت مشاكله. إن شاء الله ربنا يوفق ويجعله علمه ينتفع بها، يعرف يتعامل معاها يعني. ده ودي هي. أختي اللي اختارت أختي اللي اختارت الغلاف، وأختي اللي اختارت العنوان. عارفة أنا كنت عاملاه دليلك للاستمتاع بالحياة، هي لما قارت المحتوى بتاعه قالت لي لا خسارة، دليلك لاستمتاعك بالحياة، يعني كأنك بتوجهي لحتة صغيرة قوي. الكتاب عميق قوي، هو فعلا يليق عليه كيف تصبح دكتورك النفسي. لا، وهو كيف تصبح دكتورك النفسي كمان جذاب اكتر. خدت برأيها وسبحان الله. لا، رأيها في محله على فكرة، رأيها في محله جدا، وهو جذاب اكتر كمان العنوان دي الحقيقي. حقيقة. وحتى الغلاف هي كان ليها برضو يد في ان هي تختار الغلاف، لان الناشر بيبعت اكتر من غلاف تختاري بينهم، ما عجباش ولا غلاف فيهم، وعملت كده مع نفسها الفكرة دي، وقالت لي صدقيني دي هتعبر اكتر، وخدت برأيها والحمد لله. جميل جميل.